الموضوع الثاني في رسالة السائل المصري يعمل بالأردن يقول: هل عائد المال والمصاري من مهنة الحلاقة الرجالي حرام؟ حيث أن زوجتي يساورها الشك في ذلك، وهذا على حد قول أختها إليها بأن مهنة الحلاقة والعائد منها حرام، رغم أنني أعمل بمهنتي منذ الصغر وتعلمتها من والدي رحمه الله. وأحيطكم علما بأنني جامعي ولم أقرأ حديث أو آيات قرآنية تحرم مهنة الحلاقة للرجال، أفيدنا بذلك. الحلاقة ليست حراما، وأخذ الأجرة عليها ليست حراما، أجرتها ليست حراما، والكسب من ورائها حلال والحمد لله، إلا إذا كانت هذه الحلاقة غير جائزة كحلاقة اللحاء، حلق اللحاء، هذه الحلاقة محرمة، وأخذ العوض عنها محرم، لأنها في مقابل عمل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى وإرسالها وإرخائها وإكرامها، ففي مخالفة ذلك وحلق اللحى معصية لله ولرسوله، فأخذ الأجرة على ذلك حرام. نعم. نعم. وكذلك إذا كانت الحلاقة على هيئة تشابه المشركين فإن هذا أيضا حرام، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين، أي عمل موضات الحلاقة التي فيها تشبه بالكفار أيضا حرام، وأخذ العوض عنها حرام.